مرحبا أيها الصغير. انزلوا من فوق الشجرة والعبوا معي. تعالوا وامسحوا رأسي. لحظة. خدعتكم. هذا اختراعي الجديد، جهاز مصغر لتضخيم الصوت. ذكي جدا. شكرا يا عبيد. اوف، جدا حار، اقصد حار جدا، لا استطيع تحمل هذه الحرارة. انا عندي طريقة لكم، وذلك لتبتعدوا عن الحرارة. سنذهب إلى مكان بارد جدا. إلى أين سنذهب يا أبي؟ إلى جبال الهيمالايا، سأسافر إلى هناك غدا، قد تودون الذهاب معي. لكن يجب أن تكونوا حذرين، لأنه يعيش هناك غول الجليد. وما هو غول الجليد؟ غول الجليد هذا مخلوق ثلجي كبير ومتوحش. جدكم يمازحكم يا شباب، هذه المخلوقات غير حقيقية. بالتأكيد حقيقية، وانتبهوا جيداً، لأنه يبدو أنكم ستكونون فطوراً له. أتمنى ألا يكون موضوع غول الجليد قد غير رأيكم في السفر معي. ما زلتم تريدون السفر؟ أرجوك أبي، ستكون رحلة مذهلة. وهذه الرحلة ستمنع سالم عن التذمر من الحر. الطقس بارد جداً هنا، لا أستطيع التحمل. ما هذا الجو الفظيع؟ على الأقل لا يشتكي من الحرارة. تعرفون؟ هناك طريقة واحدة لنبقى دافئين. حقاً؟ ما هي؟ معركة الثلج! أي! بصراحة؟ هذه طريقة ممتازة لنبقى دافئين. آسف يا عبيد، لقد أفسدت لك متعة الدفء. عندي لكم مفاجأة يا شباب. تودون ركوب هذا؟ أنا أريد أن. اسمعوني، ابقوا قرب المنحدرات المفتوحة، البسوا الخوذة ولا تذهبوا إلى الغابات. أتمنى أن نرى غول الجليد. لا، أتمنى ألا نرى. هذه الأشياء اسمها مكابح يا عبيد، تضغط عليها كي تتوقف. أتمنى لو كان هناك مكابح لفمك. تستحق هذا. يا شباب، هناك انظروا، رأيتموه؟ ماذا سنرى؟ شجرة ثلجية؟ لا، كان هناك شيء يتحرك بين الأشجار، إنه شيء كبير كثيف الشعر. مضحك جدا يا عبيد. لا حقا، كان هناك شيء بين الأشجار، وأظن أنه كان غول الجليد. عبيد، غول الجليد ليس حقيقياً. بلى، حقيقي، جدي يقول إنه حقيقي. كان يمازح، لكن أنا رأيت واحداً وكان يلوح بيده. حسناً، إذن هناك طريقة واحدة لنعرف إن كان ما تقوله صحيحاً أم لا. هيا يا عبيد، هيا نذهب ونبحث عن غول الجليد معاً. لا، أنا لا أظنها فكرة جيدة. ليس هناك أثر لأي شيء يا عبيد.
أو حقاً؟ ما هذه إذن؟ مستحيل. هل رأيتم؟ لقد أخبرتكم. لكن يجب أن يكون هناك تفسير منطقي. هناك تفسير، إنه غول الجليد. مرحبا نانو. مرحبا منصور. هذه أثار أقدام من برأيك؟ الأثار قائد التحليل. أنهيت. الفصيلة غير معروفة. يعني قد يكون غول الجليد. غيلان الجليد هي أساطير وليست واقعاً. لكن أنا رأيت واحداً. يجب أن آخذ عينة مصورة. حسناً، شكراً يا نانو. يجب أن تعود إلى هنا قبل أن تتجمد. أنا موافق. يجب أن نصور غول الجليد كي نثبت وجوده. أنا لا أوافق على هذه الفكرة، قد تكون خطيرة. لكنك قلت أنها ليست حقيقية، فكيف تكون خطيرة؟ ها؟ أنا... فلنتبع آثار الأقدام. هذه الآثار متوجهة إلى الغابات. هيا، قد يكون هذا اكتشافاً هاماً. انتظروا. رأيتم؟ هل صدقتموني الآن؟ فلنحاول أخذ أدلة مصورة الآن. الصورة ليست واضحة، يجب أن نقترب أكثر. يفعله الوحش؟ ربما يمارس الرياضة، إنه سمين قليلاً. خدعتكم. جدي؟ استخدمت جهاز تضخيم الصوت الذي اخترعته يا منصور، ورأيتك تخدعهم، وأردت أن أتسلى معكم. كنت أعرف أنه مجرد زي. كنت أعرف. أنا سعيد لأنه أنت يا جدي. كنت بدأت أصدق أن غلال الجليد حقيقية. لا تخف يا عبيد، لا وجود لغول الجليد. حقاً؟ إذن ما هذا؟ اركضوا! قد انتهى المشهد. كان المشهد رائعاً، أداء جميل يا شباب. لماذا لم يخبرني أحد أنه سيكون هناك عدد كبير من الممثلين في هذا الفيلم؟ هذا غير مهم، المهم أننا صورنا أجمل مشهد اليوم. أحببت كرة الثلج الضخمة. هذا جيد، كان من دواعي سرورنا أن نكون جزءاً من الفيلم. هذا أمر لا يحتمل، ارتداء ملابس الغول فقط لإخافة الناس. منصور!
لا، قلت لك إنك خالفت قانون المواقف. من هنا. من هنا. هيا بنا. توقفوا. شكرا لك. لصوص ساعدوني. انظروا. لصوص مدرسة. أتسمعون؟ لصوص أوقفوهم. هيا فلنذهب. توقفوا توقفوا. اللصوص سرقوا من طادي. لن نسمح لهم أن يفلتوا بفعلتهم. شكرا يا شباب. هيا أمسكوا بهم. أمسكوا باللصوص. ها؟ هيا أنت، لا نريد ركابا إضافيين. ما زال متعلقا. لن تفلتوا بفعلتكم هذا. حقا؟ وكيف ستمنعنا؟ سأفكر بشيء. انظروا، اللصوص متجهون نحو ملعب كرة القدم. هيا نذهب. ويتحرك بين المدافعين وينفرد بالمرمى ويركل الكرة ويسجل هدفا. جول 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 جول. منصور منصور منصور. واحد صفر لصالحنا. خلفهم. بسرعة. كيف سنوقفهم؟ ما رأيكم أن نرمي هذا إلى فوق ونمسك بالسلة؟ ثقيل جدا. نانو، أتستطيع الطيران وتعلق هذا بالمنطاد؟ سأحاول يا منصور. لا أعرف كم ستبقى بطاريته. أحسنت يا نانو، نجحت في مهمتك. ماذا؟ قلت لكم سأفكر بشيء. يجب أن تفكر في شيء أفضل. 2-0 لصالحنا. أنا عندي خطة، سنفجر المنطاد بقلمي. قل لي كيف سنصعد إلى فوق؟ منجنيق كبير. منجنيق كبير؟ هذه فكرة ممتازة. حقا؟ الفكرة ليست جيدة، الفكرة ليست جيدة. لا لا. هل أنت مستعد؟ لا، أنا لست مستعد. هذا غير مطمئن.
مرحبا عبيد، هذا أنا. لقد أضعناك، أين أنت؟ لا أعرف، لكنني ارتطمت ببضعة طائرات. ماذا؟ ابق مكانك وتذكر، لن يحدث أسوأ مما حدث. لا أظن ذلك، فهذا هو الأسوأ. 10 9 8 7 6 5 4. منصور، يبدو أنني ذاهب إلى الفضاء. فلنتخلص من هذا المنطاد ونأخذ تلك الهليكوبتر. فكرة ممتازة. منصور، ادخل إلى المبنى الذي فوقه مهبط هليكوبتر، لأن اللصوص يريدون الهروب بالهليكوبتر. حسناً يا عبيد، نحن قادمون. البارحة كنا سنذهب. لا، ليس مجدداً. لن تتمكنوا من الهرب إلى أي مكان. في الحقيقة سنصعد إلى فوق، وأنت ستأتي معنا. هيا، السرعة القصوى. كيف وصل إلى هناك؟ عبيد، اقفز. هيا إلى الهليكوبتر. يجب أن نفعل شيئاً، لكن أنت لا تحاول أن تطيرها، صحيح منصور؟ لا، أنا أريد أن أفتعل تياراً هوائياً. لقد شغل المحرك لنا، هذا من ذوقه. لا، يجب أن نهبط الآن. هيا، ضعف القوة يا منصور. فرغ الغاز. هيا، فلننزل بالمصعد السريع بسرعة. اذهب من هنا. أوقفوهم، لصوص. توقفوا، توقفوا. أحسنت يا عبيد، استطعت أن توقف اللصوص. على ما يبدو أنك خطير يا عبيد. Thank you.
يا ابن خالتي، ما أراه أنك يجب أن تخصص وقتاً أطول لتمارين كرة القدم ووقتاً أقل لكتابة المقالات. هيا التقطها. أوف. هاي توقفوا عن اللعب ولنذهب لشرب شيء ما. فكرة جيدة. تعال وجرب عينة مجانية من المشروب الجديد بينجو بوب. طعمه لذيذ. على فكرة نحن ننظم مسابقة لكي نختار الوجهة الرسمية لإعلانات بينجو بوب. الوجه الرسمي؟ ماذا تقصد؟ أقصد أن الفائز في المسابقة سيمثل شركة بينجو بوب وسيكون في إعلاناتهم وعلى ملصقاتهم. هذا مشوق. أريد أن أفوز لكي أصبح مشهوراً. أنا سأكون الوجهة الجديدة لبينجو بوب. أو أنا. أنا أختارك يا سالم، لكن شركة بينجو بوب تبحث عن أشخاص يشبهون تركي على الأغلب. مكتوب هنا أنه بالإضافة إلى تزويدهم بالصور يجب أن نكتب مقالة لا تقل عن 200 كلمة نذكر فيها الأسباب التي تجعلنا نحب بينجو بوب. ماذا؟ مستحيل. ربما لديك عضلات، لكن أشك أن لديك مواهب في الكتابة. لدي كل الصور التي أحتاج إليها، والآن سأكتب المقالة التي ستخولني الفوز في المسابقة. لهذا السبب سأقول لك يا ابن خالتي تصبح على خير. إذن يا تركي، أنت تكتب لكي تفوز في الم... يا تركي، أيها المسكين، ليس لديك أي فرصة للنجاح. تركي، لكن ماذا تفعل؟ أنا أتابع مسابقة بينجو بوب لأنهم سيعلنون اسم الفائز اليوم. سالم، أنت شاركت في المسابقة أيضاً؟ أجل، نوعاً ما. أجل شارك، لكن كلنا نعرف أن الفائز واحد فقط. هناك احتمال أن تفوز يا سالم. سنرى. وصلتني رسالة. أنت متأكد من أنك أرسلت استمارتي؟ بالتأكيد. يا شباب، وصلتني رسالة من بينجو بوب. وماذا كتب فيها؟ اذهب إلى الخارج، هكذا يقولون. تركي، لقد فزت. ما هذا؟ حقا أنا فزت؟ هل تصدقون يا أولاد خالتي؟ أنا فزت. تهانينا يا تركي، بسبب مقالتك أنت فزت بعصير بينجو بوب لمدة سنة، وستكون أيضا نجم إعلانات الشركة. كانت مقالتك ممتازة وسعدنا جداً بقراءتها. حقاً؟ أقصد شكراً. جاهز؟ حسناً، هيا بنا. الآن نحن نحضر الملابس. تركي، هذه لك، وأصدقاؤك سيرتدون هذه الملابس. ها؟ تبدو مذهلاً بالفعل يا سالم. لا تقلق يا سالم، كلنا نبدو مضحكين. كلنا ما عدا تركي. أنتم تبدون رائعين، سنلتقط بعض الصور الآن. ممتاز، الآن سنصور الإعلان التلفزيوني، اتفقنا؟ أنتم مستعدون؟ تصوير. ما
مرحبا، أنا اسمي تركي، وعصير بينجو بوب طعمه فعلا لذيذ. أنهينا التصوير، أحسنتم. تركي، أتستمتع في هذا العمل الجديد؟ أجل، لكن شربت الكثير من عصير بينجو بوب. انتباه تركي، عندي لك مفاجأة جميلة، سوف تكون ضيفا في برنامج تلفزيوني الليلة مباشرة على الهواء. تفضلوا اشربوا عصير بينجو بوب قدر ما تشاؤون. شكرا لك. بصراحة العمل في زي إجاصة يسبب العطش. لا لا لا، شكراً، بصراحة لا أستطيع أن أشرب المزيد. لكن يجب أن نلتقط لك صورة يا تركي لكي نضعها على مواقع التواصل الاجتماعي. ممتاز. أوي. مستعد للمفاجأة؟ انظر. انظر، أنا في كل مكان. لا تحزن يا سالم، الممثل الأفضل فاز. مساء الخير مشاهدينا الأعزاء، اليوم سنرحب بوجه بينجو بوب الجديد والذي سترونه في كل مكان. صفقوا له. مرحبا. ما شعورك بعد أن أصبحت الأكثر شهرة في البلد يا تركي؟ آسف، إحساس رائع بصراحة. سبب فوزك في المسابقة هو المقالة المعبرة التي كتبتها، والجزء المفضل لدي هو مزيج رائع من فاكهة عذبة تنعش حواسي بطعمها اللذيذ وتزودني بطاقة عجيبة. وفي النهاية شعار رائع، تستطيع أن تقوله لنا؟ أظن أنه كان هذا العصير لذيذ، وعندما أشربه يشعرني أنني أريد الطيران. لا، ليس هذا المكتوب. ربما كان أن بينجو بوب يجعلني أقفز بحرية مثل الكنغر. لا، هذا ليس الشعار أيضاً. أجل أجل، وجدتها. بينجو بوب يجعلني أمسك رأسي بإحراج. لا، أنت كتبت بينجو بوب طعمه رائع يشعرك بلذة الفاكهة ويدغدغ الحواس. بصراحة أنا لم أكتب هذا، من كتبه؟ ابن خالتي سالم. أي أنت غششت؟ لا، لكنني حصلت على مساعدة من أفضل ابن خالة في الدنيا. وهذا أمر يفرحنا. هل يمكنك أن تشرب وتقول لنا شعارك؟ أقصد شعار ابن خالتك؟ بينجو بوب طعمه مقرف، لا أستطيع شرب المزيد، أين الحمام؟ إنها جيدة، أنني لا أفوز في هذه المسابقة. تركي، أصبح لديك أكثر من 15 مليون مشاهدة. بصراحة يا سالم، ما فعلته كان أمراً لطيفاً. رأيت أن تركي كان يرغب في الفوز بالمسابقة أكثر مني، واكتشفت أن مقالتي كانت أفضل من مقالته. أي لهذا جعلتني أبدو سخيفاً في البرنامج المباشر. لكن شكراً، كنت طيباً جداً. أنا آسف لأنني كنت متكبراً. مرحباً يا تركي، مع أنك لم تعد تمثل شركة بينجو بوب، لكن نحن مضطرون أن نعطيك الجزء الثاني من جائزتك. وما هو؟ هذه صناديق من عصير بينجو بوب تكفي لمدة سنة.
لأخذكم في الساعة الخامسة. ابقوا بعيدين عن المشاكل. مع السلامة. نراك لاحقاً. مع السلامة. هيا. في منتصف مجموعتنا الشمسية وعلى بعد 149 ملياراً و597 مليوناً و870 ألف و800 متر أو لحظة، هل كانت 700 متر؟ أجل صحيح. إذن هل تفكرون بما أفكر به؟ بعد 149 مليار و597 مليار. أظن أنه علينا أخذ هذا. أجل صحيح. متأكد؟ فلنأخذها. ظننتهم قالوا إن البدلات جاهزة. جهاز المحاكاة يبدو حقيقيا. أجل، دعونا نجرب إن كان قريبا للواقع. يبدو حقيقيا جدا. كأنه يعمل بالفعل. بصراحة هذا عجيب. هذا أفضل جهاز محاكاة رأيته يوماً. أنا بالتأكيد سآتي غداً. من مركز المراقبة إلى نصر ثلاثة. نصر ثلاثة حول. حتى أنه يحاكي مركز المراقبة. هذا الشيء عجيب. أنا بالتأكيد سآتي إلى هنا كل يوم حتى. لا لن تفعل. اسمعوا وتمالكوا أعصابكم. أنتم يا أولاد الآن في الفضاء الخارجي. إنه يسمع ما نقول. أجل أسمعكم، وأحتاج إلى أن تسمعوا الكلام الذي سأقوله. هذا شيء مهم جدا. هذا الجهاز يتفاعل معنا. عجيب. هذا أمر غير معقول. هذا يكفي، توقفوا، هذا ليس جهاز محاكاة. وأنا لست جهازا صوتيا يا شباب. أنتم في مركبة فضائية حقيقية، وأنتم على وشك أن تضيعوا في الفضاء. اهدأوا قليلاً، لا تخافوا، اسمعوا تعليماتي فقط، ونحن سنعيدكم إلى الأرض سالمين. لكن هناك نقطة مهمة للغاية. هل ترون الزر الأحمر بالقرب من السماعة؟ لا تضغطوا عليه. أكرر، لا تضغطوا أبداً على الزر مهما كان. انقطع الاتصال، نحن وحدنا في الفضاء. مهلاً، يجب أن لا نخاف، يجب أن نركز لنعرف كيف سنعود.
ما كان هذا؟ أوه، يبدو أننا ارتطمنا بمحطة فضائية. بالتأكيد سنجد فيها أحداً يساعدنا لنعود إلى الأرض. نار، دخلاء، نار، دخلاء. يا دخلاء، عرفوا عن أنفسكم. مرحباً، نحن لسنا بدخلاء. نحن... حسناً، أنا فقط... أمسكوا به. حسناً، حالما ننزل سوف... هل يمكن أن تستمع إلينا؟ لا نريد أن نؤذيك. هل يوجد أحد هنا يساعدنا لنعود إلى الأرض؟ أنا الوحيد هنا. ساعدوني لكي أقف. ظهري يؤلمني. سأساعدكم على إعادة مسار المركبة، لكن علي أن أتذكر كيف أفعل ذلك. الروبوتات لا تنسى. لا، أنا هنا منذ زمن بعيد، لدرجة أن بعض القطع تحتاج إلى التحديث، كما هو حال المحطة. لم يزرنا أحد منذ ذلك الوقت لإصلاح الأعطال الموجودة، وكان من المفترض أن يزورنا رائد فضاء ليقوم بذلك، ولكن بما أنه لم يأتي، فإن المحطة تمت برمجتها على التدمير الذاتي. متى؟ التدمير الذاتي سيبدأ خلال 45 دقيقة. يمكنك إيقافه؟ طبعاً، كل ما أحتاجه هو إدخال كلمة السر. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 10 دقائق. لحظة، لقد تذكرت الآن. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 5 دقائق. سأجرب واحداً. توقف! حاول فقط تعديل مسار المركبة لكي نعود، وبسرعة. هذا أمر بسيط. التدمير الذاتي سيبدأ خلال 3 دقائق. هل هناك مخرج من هذه المحطة؟ توجد كبسولة، ولكنها معدة للطوارئ فقط. التدمير الذاتي سيبدأ خلال دقيقتين. يجب أن ننفصل. يجب أن يكون هناك كتيب تعليمات، ابحثوا عنه. التدمير الذاتي سيبدأ خلال دقيقة واحدة. وجدتم شيئاً؟ بسرعة! أعتقد إذا رفعنا هذه العتلة... لا! لم يكن هذا سيئاً، لكن ماذا سنفعل الآن؟ 10 ثوانٍ. 9، 8، 7. يجب أن نبتعد عن المحطة قدر استطاعتنا قبل أن... 3، 2، 1. استعدوا لدخول الغلاف الجوي. مشكلة كبيرة! لا أصدق ما بدر.
أبي. بدر بني. أبي. شكرا لأنكم عدتم بدر. اعتقدنا أننا خسرناه إلى الأبد. أنت تعرف هذا الروبوت؟ أعرفه، أنا الذي صنعته، وأنا مدير مركز الفضاء هذا، وبدر كان في مهمة جمع معلومات جديدة عن الفضاء، لكن انقطع الاتصال معه وتم إهمال المشروع وبقي لسنوات في الفضاء، لكن بعودته الآن بالتأكيد سيفيدنا بمعلومات مهمة ولا تقدر بثمن. ماذا يحدث هنا؟ قصة طويلة. حسناً، أخبروني. لا تقلقي، ستسمعين الأخبار قريباً في كل مكان. إلى أين أنتم الثلاثة؟ ذاهبون إلى المكتبة، لدينا بحث عن الحضارات القديمة. علينا أن نقوم بالبحث على الطريقة القديمة، أي بواسطة الكتب وليس الإنترنت. جيد، بالتوفيق يا شباب. لكن احذروا من أمينة المكتبة، إنها صارمة جدا. إلى اللقاء جدي. نعم، لقد أتينا لنقوم ببحث من أجل المدرسة. تعرفون قوانين المكتبة؟ لا. التزام الصمت واحترام الكتب وتقليب الصفحات برفق وهدوء، ويمنع استخدام الهواتف، ويمنع الجري، ويمنع الأكل، ويمنع اللعب، ويمنع الكلام، ويمنع الضحك. مفهوم؟ نعم. نعم. هنا، هذا ما نحتاج إليه. هاتف من هذا؟ أقفل هاتفك بسرعة. مرحبا. يمنع استخدام الهواتف في المكتبة، أخرج. لقد تم طردي من المكتبة. سأذهب لأحضر كتاباً آخر. أجل، وأنا أيضاً. ما هذا؟ إن ذلك الرجل قد نسي دفتر ملاحظاته. لقد صمم سلاحاً ليدمر به العالم. يجب أن نجد منصور. Mm.
إلى ذلك الكتاب. ممنوع الكلام. أرجوك أعطني هذا الكتاب. أوه، ما الذي يجري؟ يجب أن نخرج من هنا على الفور. ماذا؟ لماذا؟ بسبب هذا. ما هذا؟ توقفوا. ممنوع الجري في المكتبة. ما المشكلة؟ سأشرح لك عندما نصبح في أمان. لكن صدقنا، هذا أمر طارئ. توقف، يجب أن تسجل الكتاب قبل أن تستعيره. انتظروا. توقف، توقف، لم تقدم طلب استعارة الكتاب. لكن لماذا يلحق بنا؟ لأنه يريد تدمير كوكب الأرض. عما تتكلم؟ هذه مخططاته لسلاح مدمر. أعطوني إياها. أعدني إلى هناك. أوقفوهم. توقف، توقف. أين ستهرب مني؟ الكتاب. أعطني الكتاب. أعطني، أعطني، أعطني. انتبهوا، انتبهوا صديقي. وجدتك. إن ما يحصل غير معقول. أعطوني المخططات. أعطني الكتاب. تحركوا. والآن لن تفلتوا مني. والآن لن تفلت مني. وأخيراً لقد استرجعته. انظر، لقد صمم جهازاً ليفجر الأرض. لهذا السبب هربنا. يجب أن نبلغ الشرطة. مهلاً لحظة. هذا ليس مخططاً لجهاز سيدمر الأرض. حقاً؟ إذن ما هو هذا؟ أعتقد أن هذا المخطط لابتكار ثوري يزود العالم بالطاقة الشمسية. أي هو لا يحاول تدمير العالم؟ لا يا عبيد، هو يحاول مساعدة العالم. هو نحن هربنا بالأوراق. إذن ماذا سنفعل الآن؟ الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله. ماذا؟ هو أن نعود إلى المكتبة بأقصى سرعة. ماذا تفعلون هنا؟ ولماذا كان البروفيسور يلاحقكم؟ هو بروفيسور؟ الآن فهمت. أعتقد أنه كان سوء تفاهم.
لو سمحتي، هل يمكنك أن تعطيه الأوراق؟ ها قد وصل، يمكنكم أن تعطوه إياها. تفضل ملاحظاتك بروفيسور. شكراً. نحن ظننا أنه مخطط لتدمير الأرض. وهذا هو السبب الوحيد الذي دفعنا لأخذه. لا، هذا المخطط لابتكار قد يساعد في تزويدنا بالطاقة الشمسية. لهذا السبب أشكركم لأنكم عدتم إلي المخططات مرة ثانية. نحن نعتذر منك كثيراً عما حدث. لا تقلق، المهم الآن أن المخططات بأمان، ومغامرة اليوم كانت مثيرة. مرحباً حبيبي. مرحباً أمي. هذا ابني فلذة كبدي. بصراحة نحن لم نتوقع أنه ابنك. اصطدت شيئاً. هل تصدق؟ حذاء آخر وسيكون لديك زوج لترتديه. جدي، هناك الكثير من النفايات في الميناء. ينظمون حملة لتنظيف المكان، لكن يا بني طريقهم طويل. نجح! يبدو أنني قد اصطدت سمكة كبيرة. يبدو أنها مقاس 14. يبدو أنك اصطدت وحشاً حقيقياً يا عبيد. لا، انقطع الخيط. يا للأسف، لا بأس، ستعوض ذلك. لقد ظننت أنني أخيراً اصطدت الوحش. كان كبيراً بالفعل، ولكن ليس وحشاً. هل سمعت يوماً عن وحش الغطيس؟ عندما كنت شاباً كنت أغوص من أجل اللؤلؤ في بحر الغطيس. كان ذلك متعباً حينها، لكن الرزق كثير. حتى ماذا؟ حتى جاء الوحش. كان بضخامة شجرة النخيل، وكانت أسنانه تبدو كالمنشار. رأيته مرة واحدة في حياتي، ولا أنسى عينيه اللتين كانتا. هذا يكفي، يكفي يا صديقي، لا تملأ رؤوس الشباب بقصصك الخيالية الغريبة، هذا لا يجوز. هذه ليست قصصاً خيالية، أنا رأيت ذلك الوحش كما أنت تراني وأراك الآن. لقد كسر مركبي إلى نصفين، وأنا متأكد مليون في المئة أن هذا الوحش كان يحرس كنز الغطيس. جدي، أنذهب إلى هناك؟ نذهب، ولم لا؟ نلتقي عند المركب غدا صباحا. حسنا، مستعدون للمغامرة؟ مستعدون. إذا بعنا اللؤلؤ نستطيع أن نجمع المال ونستخدمه لتنظيف الميناء. الحمد لله، وصلنا يا شباب، وصلنا. هيا يا شباب استعدوا. خذوا السلال، جمعوا فيها المحار. خذوا الكبيرة منها، فالصغيرة ليس فيها لؤلؤ، اتفقنا؟ حاضر جدي. جدي! جدي! أحد ما رمى هذا القدر القديم في البحر. هذه كمية جيدة، حاولوا حاولوا، ستعتادون ذلك بسرعة. هيا نعد إلى العمل.
لم تجمع الكثير. وجدت هذا السرطان. أظن أنه هو الذي وجدك. شباب، وجدت مكاناً فيه الكثير من المحار، المئات أو ربما الآلاف، وبالتأكيد البعض منه فيه اللؤلؤ. أحسنت، أحسنت يا منصور، أحسنت. ولكن كيف وجدت هذا المكان؟ أرشدني إليه أخطبوط. الحقوا بي، سأريكم مكانه. كانت عيناه مخيفة. عن ماذا تتكلمون؟ الوحش يا جدي، إنه حقيقي وليس قصة. كان سيأكل تركي. قلت لكم ليس هناك شيء اسمه وحش في البحر. الأشياء في البحر يا صغاري تبدو أكبر من حجمها. ربما رأيتم ثعبان بحر أو شيء. ما هذا؟ هذا هو وحش ال وحش البحر. جدي، أنت بخير؟ أنا بخير، بخير. يجب أن نخرج من هنا بسرعة. اسحبوا المرساد وسأشغل المحرك. المرساد عالقة. سالم، عبيد، تعالوا ساعدونا. يجب أن أنزل وأرى ما هي المشكلة. الوحش يمسك بها، يريدنا أن نبقى هنا. سنهتم بأمره لاحقاً. تمسكوا. الوحش يسحبنا إلى الداخل. دعونا نحاول إخافته. هذه فكرة ممتازة يا منصور. يبدو أنه فقد صوابه. لا يا عبيد، ليس هكذا، انظر. اسكتوا لنرى إذا نجحت الخطة. ما هذا؟ لؤلؤتي، نسيتها تماماً. رائعة، أكبر لؤلؤة رأيتها في حياتي. لن تفيدنا بشيء إذا أكلنا الوحش. فعلاً، وجدتها اللؤلؤة. منصور، منصور، ارمي اللؤلؤة على الوحش. عبيد،
صحيح أنها لؤلؤة كبيرة، لكنها ليست ضخمة جداً. نحتاج إلى شيء أكبر، أكبر من حبة اللؤلؤ هذه. لا لا لا، اسمعوا، تتذكرون ماذا قال الصياد العجوز؟ الوحش يحرس كنز الغطيس. ماذا تقصد يا عبيد؟ أقصد أن الوحش ربما يريد منا أن نعيد إليه اللؤلؤة. كلام عبيد قد يكون صحيحاً. عبيد، أصبت في تفكيرك. سالم، بسرعة، تعال واسحب معي. نجحنا، الوحش ترك المرساد. ممتاز، فلنذهب من هنا الآن. فكرتك ممتازة يا عبيد. شكراً لك، شكراً يا منصور. أنت تعرف جيداً أنني ذكي جداً ووسيم أيضاً. من الآن فصاعداً سأستمع إلى قصص الصياد العجوز. الآن نحن لدينا قصتنا لنخبرها يا جدي. على الأقل لدينا 5 محارات، وهذا القدر القديم أيضاً. أين وجدتم هذا القدر؟ هذا الشيء الصادق؟ عظيم. عظيم؟ لا تبدو عليه العظمة. هذا الشيء الصادق يعود إلى العصر البرونزي، عمره أكثر من 4000 سنة. أستطيع أن أعرف هذا الشيء من النقوش عليه. 4000 سنة؟ كعمري أنا تقريباً. هذه القطعة قيمتها لا تقدر بثمن، وطبعاً مثل هذه القطعة مكانها في المتحف. تعالوا معي كي نسلمها إلى المتحف وتأخذون مكافأتكم. مكافأة؟ أكيد، طبيعي ألا ندع علماء الآثار الشباب مثلكم من دون مكافأة، أو ما رأيكم؟ يا سلام، وجدنا كنزنا، نستطيع الآن أن نساهم في تنظيف الميناء.